السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة ظريفة اسمها دي بي ار موديل، هنقول له كرييت روم سيكشن. ده هيعمل لنا ايه؟ هياخد كل الرومز اللي موجودة هنا في المشروع ويبدأ يجيبهم لي، ده ليفل 1 وليفل 2، ويبدأ يعمل لي كل واحد فيهم في فيو 3D. ساعات احنا فعلا بنحتاج الموضوع دوت. تعال نشوف هتتعمل ازاي. وبيقول لي انت عايز التوب منين ومربطهم منين وسلايد منين، سيلكت اول وهكذا. الاسم ممكن تزود حاجة هنا، تزود حاجة مثلا كلمة قبليها، حرف قبل بعديه وهكذا. هقوله كرييت وركز هنا في البروجكت براوزر. عمل لي فعلا اهوت الكيتشن اهو، دي لوحديها دي لوحديها. ده فعلا كان بياخد مننا وقت كل شويه نحدد غرفه ونبدا نحدد الخصائص بتاعتها والحاجات دي كلها، فهو يعتبر سهل علينا الامر دوت. كلين اب، لو انت عايز تلغي فيوهات او شتات او سكادولات تقدر ان انت تتعلم عليها وتقول له ديليت. هنا لو عندك لينكات كتيره ريفت فممكن تنسخها بحيث تحطها في ملف اخر، بس لازم يكون في لينك موجود.